الانتخابات اللبنانية المرتقبة على بعد 3 أشهر، ويبدو أنها ستكون محط أنظار دول ومحط أنظار دولية كذلك في الطريق إلى تغيير مأمول في شكل السلطة. اليوم دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان مجددا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 من أيار 2022. وحثت مجموعة الدعم على الإسراع بالأعمال التحضيرية وسرعة توفير كافة الموارد اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد. فالانتخابات وفق النظرة الدولية هي أولا وقبل كل شيء هي حق للشعب اللبناني وهي جزء من تطلعاته، لكن في لبنان ثمت من يحاول ولأسباب معروفة توجيه ضربة جديدة لما تبقى من ديمقراطية في لبنان عبر محاولات تدور في الخفاء لتطهير الانتخابات النيابية من خلال سيناريوهات بات معروفا من يقف وراءها ولأي أهداف. النائب وائل أبو فاعور لفت إلى أن محاولة تأجيل الانتخابات أو إلغائها على وشك الانطلاق كاشفا المسار التالي: اقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار الوطني الحر، تيار رئيس الجمهورية بالطبع، لإلغاء تصويت المغتربين وتحويله إلى الاقتراع ل6 نواب في الاغتراب، إقرار القانون بعد تبنيه من نواب ما يعرف بالمقاومة وحلفائهم، وإقرار القانون المأمول يعني إفساح المجال للاتفاق السياسي على التوزيع الطائفي لنواب الاغتراب المفترضين ولإعادة إعطاء فرصة للبنانيين في الخارج نظريا ونفاقا للاختيار، إذ ما كانوا صوتون لنواب القارات أو لنواب الداخل، وبالتالي إعادة النظر بكل المهل مما يعني تأجيل الانتخابات أو الإلغاء مع تخليص العهد وحلفائه في الحالتين من عبء أصوات اللبنانيين في الخارج الذي يخيفهم خاصة في دائرة الشمال.